حنا دابا فواحد البلاصه سميتها ساريش سواني. حنايا دابا في رباط الخيل. حين عرفت مكناس أجمل أيامها كانت تضج بالحياة لتصبح قلب المغرب النابض عام 1672 أيام حكم مولاي إسماعيل بن شريف العلوي الحاكم الثاني للمغرب من سلالة العلويين، إذ جعل من مكناس مركزا استراتيجيا وعاصمة له. استطاع في فترة حكمه توحيد القبائل ومحاربة العثمانيين ومنعهم من دخول المغرب وتحرير عدة مناطق من أيادي المحتلين الأوروبيين. كما أولى المولى إسماعيل عناية خاصة لتحصين البلاد بالقلاع لغلبة الهاجس العسكري على مشروعه السياسي، وجرى الزمن على تلك القلاع حتى تحولت إلى لوحات فنية تميز المدينة الإسماعيلية وتزينها. ومن أبرز ما بنى مولى إسماعيل في مكناس قبة السفراء وحبس قارة الأسطوري، والأهم قلعة سلطانية أحاطت المدينة بأسوار وصل طولها إلى 47 كيلومترا، وفتح أبوابا في تلك الأسوار أشهرها باب منصور العلج الذي يعتبر مدخل القصبة الرئيسي من جهة الشمال الغربي والذي يبلغ طوله 8 أمتار. باب تمتد أمامه ساحة الهديم التي تعود تسميتها إلى عملية هدم قام بها السلطان إسماعيل حتى تكون فضاء لتجميع جيوشه واستعراضها قبل الانطلاق في عملاته العسكرية. وتحولت الساحة إلى أهم النقاط التجارية مع الزمن، لا بل حتى الترفيهية، وتضم أكبر التجمعات في المدينة. كما بنى مولى إسماعيل صهريجاً للمياه أسماه صهريج السواني الذي يعد من أبرز معالم مدينة مكناس، إذ كان قد اتخذه أيام السلم مورداً تسقى من فيضه الرياض والبساتين عبر قنوات طينية ما تزال معالمها الأثرية ظاهرة في بعض جوانب الصهريج. أما في فترات الحصار فكان يستعمله خزاناً يسقي منه الناس والأنعام. احنا دابا في واحد البلاصه سميتها ساريج سواني لانه كاين ساريج كانوا كيحتفظوا به في المياه، كان مولاي اسماعيل هو اللي عملوه في الحقبه ديالو. وحده كاين مربط الخيل اللي هذا هو هذا الصور ديالو اللي ورايا، وموراه كاين مطحنه الحبوب.
بالإضافة إلى مطحنة الحبوب التي تقع بجانب مربط الخيل الساحر بتصميمه المعماري الأصيل. رباط الخيل هنا كانوا الخيول في القرن شحال؟ في العهد المريني هيك؟ لا، فهد مولى إسماعيل، مولى إسماعيل هو اللي بنها. صح صح صح. إن أجمل ما يعيشه زائر مكناس أو المغرب بشكل عام هي القدرة على التجول عبر التاريخ بمشاهدته بعين مجردة جمال الهندسة المعمارية المغربية ذات الطابع الأندلسي، فيرى في شموخ البنيان إثباتاً لصلابة الحكم وعراقة التاريخ وازدهاره.